يعطيكم العافية، شلونكم؟ شخباركم؟ جهزت لكم موضوع إخفاء الشيب، متكلم عنه من قبل، مسويت له بوست، بس في ناس مثلا مو ضايفين بالإنستغرام، الناس سويتها بسناب ومر وقت وما لحقوا على الموضوع. فالحين إن شاء الله راح أشرح لكم إياه على البسيط. الطريقة بكل بساطة أسويها مرة بالشهر، طبعا كل واحدة على حسب سرعة نمو الشيب عندها أو كثرة الشيب. أنا عندي شيء بسيط، بس فترة من أو يعني فترة معينة كنت أستخدم على الروت أصباغ تكون خالية من الأمونيا، بعدها قطعت حتى الأصباغ الخالية من الأمونيا واللي كنت أستخدمها نفس لون شعري. قعدت أسوي هذه الطريقة واللي جدا تبارك الله تبارك الله فادت شعري، وأساسا بدأ يخف التساقط. ليش؟ لأني استغنيت عن الأصباغ وبديت أطبق هذه الطريقة مرة بالشهر، اللي هي يوم أحط فيه الحنة، اليوم اللي بعده أحط على الروتس أو الأماكن اللي فيها شيب الكتم. فهذه الطريقة أكيد راح تنفع البنات اللي أساساً مو صابغين شعرهم، واللي شعرهم درجات الأسود درجات البني، وعادي تقدر تستخدم حنة، تقدر تطبق هذه الطريقة، لأن فيها لازم يكون أول شيء حنة وبعدها الكتم عشان يمسك لون الشعر الأبيض اللي انصبغ من الحنة. الحنة اللي استخدمها هذه للأمانة صار لي سنين قاعد استخدمها، الحنة بعشبة لويزا، ولكن البنت إذا عندها حنة طبيعية عندها عادي تقدر تطبقها، يعني مو شرط حنة بالذات هذه، ولكن لازم تكون حنة خالية من الأصباغ، لأن إحنا هذه الطريقة كلها مسوينا عشان ما نستخدم أصباغ أو أشياء أو كيميكلز، أشياء كيميائية، عرفتوا؟ فاختاروا الحنة اللي تحبونها، الحنة اللي تصبغ تعطيكم اللون. طبعا إذا شعرك أحمر وبني ما راح تصير أحمر، راح تصير شي درجات الحلو والباذنجاني، طبعا بالشمس. إذا شعرك حيل أسود ما راح يختلف وايد لون شعرك، فبالتالي هذه الطريقة جدا مناسبة حق البنات اللي ما تصبغ شعرها بأصباغ وايد. فاليوم اللي تبي تغطين فيه الشيب تحطين قبله بيوم الحنة، الحنة هذه أو غيرها نفس ما قلت لكم، وبعدها ثاني يوم تحطين الكتم. الحين راح نتكلم على الكتم وشلون أسوي الكتم وطريقة وضع الكتم. هل عيوب؟ في عيوب بسيطة ولكن ممكن نتغلب عليها إذا مثلا سوينا حمام زيت وغيرها من الأمور. الحين راح أتكلم لكم بالضبط وبالتفصيل، لأن هذه الطريقة صار لي سنين لو لقيت منها مضرة صدقوني ما كملت أستخدمها على شعري. إني حق شنو هو الكتم؟ تعريف بسيط بالكتم، هو عبارة عن نبتة تنمو بالطقس البارد، تنحصد وبعدها تجف ويطحنونها وتصير بهذه الطريقة طبيعية خالية من الكيميائيات، وين تلقونها؟ عند الحواي بنات، يعني كل واحدة تروح تاخذ النوع اللي يناسبها. عادة الغالب يكون متوفر اليمني الإيراني اللي موجود عندكم، يعني البنت اللي حابة تطبق وترتاح على نوع معين ما في مشكلة، بس اللي احنا متوفر عادة عندنا بالحواي عندنا بالكويت اليمني الإيراني، فهذا الحين اللي قاعد استخدمه يمني أو إيراني على حسب توفرهم. الحين عرفنا ان قبل الكتم بيوم لازم نكون محنين شعرنا بالكامل، وخاصه نحط عدل الحنه حتى على الشيب بالكامل. ثاني يوم بنسوي الكتم. شلون نسوي الكتم؟ اشترينا الكتم، الكتم تحطين بصحن كذي تقريبا من 6 ل 8 ملاعق كبيره مالت الاكل كذي بنات، اوكي، وتاخذون علبتين زبادي النوع اللي تبونه، نفس ما قلت لكم مو قليل كامل الدسم، النوع اللي تبونه لانه ما راح يتاكل، اوكي، وراح تحطون علبتين كاملين على هذه الملاعق اللي حطيناها هني، والماي فقط ماي دافي، تحطون قفشتين كبار ماي دافي بس، يعني تقريبا هذه الكمية، وتعجنونها عدل لين تصير خليط متماسك، يمكن حتى يقلب على باذنجاني أسود كذي أو زيتي غامج، وبس ينفرد بالفرشة على كامل الشعر الأبيض، يعني على الجذور تمام، على كامل الشعر الأبيض، وينترك ساعتين وبعدها تاخذين شاور.
إذا بنقول عيوب الكتم، عيب واحد اللي هو إن في بعض البنات ما يناسبهم لأنه ينشف الشعر عندهم، لله إنه الفضل طبيعة شعر شعري دهنية، فبالتالي بالعكس قاعد يفيدني أكثر مما مثلا أقول إنه ما ناسبني وكذي. لا، وممكن أنتوا تتغلبون على هذا الشيء إن على طول اليوم اللي تغسلون فيه الكتم عادي خلوه ينشف، ينشف الشعر، وبعدها ثاني يوم حطوا حمام زيت على كامل الشعر بعيد عن الجذور عشان لا ينشف عندكم الشعر. أنا دائما أسوي حمام زيت مرة بالأسبوع، وأساسا الكتم حتى لو بنشف شعري ما عندي أي مشكلة، إن أساسا أنا قاعد أحط على الروتس، وأنا الروتس عندي دهنية، بس هذه حبيت أذكرها كنقطة إنه ما يناسب الكل، لأن في بعض البنات ينشف شعرهم.